والله ما هو 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 قيل النجاح العام المتواصل لنا. انا صافي دوك عندي دي زويتون كارير في الغناء. 18 سنه كنت في 18 سنه لازم تخرج غنيه اللي تبين الاعمال السابقه اللي خدمناها. الحمد لله خدمنا اعمال سابقه كانت ناجحه وجات الانتسابي اللي تاكد النجاح تاع الاعمال السابقه انه الناس حبوها وبدا كاين ناس ثاني ديكوفراو دي شونسون قدم دي شونسون كانوا ما يسمعوش بهم ديكوفراوهم كيعرفوا السيديه مدينه ماهيش غريبه عليا. انا كل ما نكون هنا نكون فرحان. صنني عندي بزاف وانا نجي للسعيديه بحكم قرب المنطقه الشرقيه من الجزائر. دوك ربما الناس اللي سمعوني وامنوا بيا اول مره في المغرب هما الناس وجده والناس السعيديه. سي بور سا راني كي نجي فرحان لهم لانه عندي جمهور هنايا اللي يحبني ونتلاقى به وانا نبادلوا نفس المحبه ونفس الشعور. غنيت ديو مغربي وغنيت ديو مع فنانه مغربيه وكانت ديو ناجح مع الزينه الداوديه وان شاء الله كاين ديو ثاني اللي راح يخرج بعد رمضان ان شاء الله. العنوان تاعو نسمح نسمح بصح ما ننساش اللي راح يخرج ان شاء الله بعد رمضان. وانا دائما مع اتصال مع فنانين المغاربه هنا في المغرب بحكم تواجدي الدائم هنا في الحفلات وتواجدي الدائم مع الناس اللي يبغوني هنا في المغرب. الحمد لله على كل حال انا ما عندي عداوه مع حتى واحد هنا. الحمد لله كل فنانين المغاربه يحبوني وكلهم التقيت بهم في حفلات سواء هنا في المغرب ولا خارج المغرب والتقينا وطحنا في دي بلاطو كيف وكان دائما كانت المحبه وكانت الاخوه وكان الحب اللي يجمعنا سواء في المغرب ولا في خارج المغرب. بين الجزائر والمغرب ان شاء الله راح نكون هنايا ونكون في الجزائر بيان سو بحكم الحفلات تاعي هناك.